على صحب فقدناهم على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم عشقناهم صغار الحي. أحسن الله عليكم. بعض الناس يقول أنا لا أتمذهب، أنا أتبع الدليل هكذا، وبعضهم يسأل يقول أنا من أهل الحديث، ما رأيكم في ذلك؟ نعم، نقول لأخينا هذا قد أصاب وأخطأ. أصاب باعتبار تعظيمه للكتاب والسنة والعناية بهما، وأخطأ في طريق الوصول إلى الهدف الذي يريده. كم من امرئ يرغب شيئا ويرجوه ولكنه لا يستطيع الوصول إليه. وأضرب ذلك أمثلة، فلو زعم امرؤ أنه من أهل الحديث وأنه لا ينظر في قواعد الأصول مطلقا ولا ينظر في كلام أهل الفقه، فلو أن مسألة بحث فيها عن دليل فلم يجد فيها دليلا فلا بد أن ينظر في المعاني، وهذه المعاني لا ينفرد المرء بالنظر فيها، بل لا بد أن ينظر في كلام واجتهاد هذه العقول الفذة التي سبقته. ولذلك يقول معروفة كلمة أبي المعالي الجويني في البرهان، قال ولو نظرنا في نصوص الشريعة لوجدنا أنها لا تفي بعشر معشار الأحكام. طبعا رد عليه الشيخ تقي الدين وقال هذا غير صحيح، بل إنها تفي بالأحكام كلها، حتى شهر عن الظاهرية أنهم حينما قالوا إنه ما من مسألة إلا وقد وجدنا الدليل فيها إلا القرض وهو المضاربة. لكن استخراج الحكم من الدليل يحتاج إلى قواعد أصولية مذهبية. من هذه القواعد، والقواعد بالمئين، لو أن امرأ لم يجد إلا دليلا مرسلا مرويا بطريق الإرسال، فلو أراد المرء أن يطبق القواعد المذكورة في كتب مصطلح الحديث لقال إن الحديث ضعيف ولا يحتج به. في المقابل أجمع أهل العلم، نقل ذلك الإجماع جماعة، منهم شيخ الإسلام في 4 مواضع في شرح العمدة، ومنهم العلائي في كتابه الجليل جامع التحصيل، على أن الحديث المرسل يجوز الاحتجاج به بل ويجب العمل به، لكن بشرطه، والشرط مختلف به. قال ولم يخالف إلا واحد من علماء الحديث وهو ابن المفوز، هذا تطبيق لقاعدتنا لما قال إنه لا يحتج بحديث مرسل قط. ولذا لما ألف أبو داود كتابه السنن كان في المسند، أراد أن يؤلف بعده كتابا يبين أنه عليه العمل ويحتاجه المسلمون وهو محتج به، بل هو ملحق بالسنن فيكون صالحا كما قال في رسالته لأهل مكة، وسمى هذا الكتاب بكتاب المراسيل. فالمراسيل التي أوردها أبو داود في الغالب أن عليها مدار العمل وبها الاحتجاج. فالمقصود أن المرء محتاج لقواعد الفقهاء التي تمذهب بها، ومحتاج كذلك أيضا لمعرفة معانيهم وتعاريرهم ليضبط اجتهاده، والأمر الثالث محتاج لمعرفة فروعهم الفقهية. وقد قال سفيان إياك أن تحك رأسك من غير أثر ومن غير نقل، ونحن نعلم أن من الأصول المتفق عليها أنه لا يجوز إحداث قول جديد، بل إن إحداث قول ثالث بعد اتفاق على قولين عامة أهل العلم على المنع منه إن كان القول الثالث رافعا للقولين السابقين. فالمقصود أيها الموفق أن نية وكلام هذا الرجل صواب، لكنه أخطأ من جهات. الجهة الأولى الطريق الذي يؤدي إلى الوصول لفقه الحديث، فإنما يوصل إليه بطريقة أهل العلم. واضرب من شئت من علماء المسلمين منذ القرن الرابع إلى قبل قرنين أو قبل قرن وأنا أقول لك تفقه بمذهب كذا أو بمذهب كذا. وأما القرن الأخير فلا تحاكمني، فإن الرجل متهم في أهل زمانه مدحا وذما. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي أخطأ فيه صاحبنا أن صاحبنا قد انشغل بأمور قد تكون سببا في تضييع وقته. فبعض الإخوان يريد الوصول للعلم لكنه لا يستطيع أن يجد الطريق المباشر، وقد قلت لكم في حديث أبي الدرداء وغيره من سلك طريقا نكر في سياق إثبات، فدل على أن هناك طرقا متعددة للوصول للعلم، لكن هناك طريق أقرب من طريق، هناك طريق أسهل من طريق، وهناك طريق أنسب لبعض الناس من طريق. ولذا جاء عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك أنه قال إن من نعمة الله على الحدث أي الشاب وعلى الأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة.
فالشيخ يختصر عليه الطريق ويقرب له الوسائل التي ربما حتى يصل إليها عن طريق نظرية الخطأ والصواب يعرف الطريق الصواب، اختصر عن هذا الطريق الذي تتابع العلماء عليه. الثالث أن صاحب هذه المقالة ربما، وأرجو أن يكون ذلك قليلا، ربما أغرب في فتيه واجتهاده وآتى بعجائب الأمور. ولذلك دائما اقرأ في كتب شراح الحديث إذا وجدوا قولا غريبا لبعض المتأخرين قال وقال بعض المتأخرين ممن ينتحل فقه الحديث أو ممن ينتحل هذا المعنى الحديث أو نحو من هذه العبارة، تجدها كثيرا في كتب شراح الحديث في القرون السابع والثامن ونحوها. إذن فدائما يكون الذي ينظر نظرا مجردا من غير تتبع لفهم أهل العلم قبله فإنه يكون ربما احتمال الخطأ عنده أكبر من احتمال الخطأ عند غيره.